امرأة في بلد، لا علي بذلك البلد، الفاضل النراقي رحمة الله تعالى عليه في معراج السعادة يذكر هذه القضية، يقول امرأة غير ملتزمة تمر مع مجموعة من إمائها في زقاق في بلد، تمر إلى بيت يعلو منه صوت البكاء والعويل، تتعجب أنه شنو أكو في هذا البيت، لماذا هذه الأصوات؟ فترسل واحدة من إمائها، الإماء كانوا في الزمن القديم يعادلون الخدامات الآن، تقول روح شوفي في هذا البيت شنو أكو. تأتي الأمة بعد ما تطلع تبقى في ذلك البيت، تستبطئ هذه المرأة أنه الأمة ليش ما طلعت، ترسل أمة ثانية، الأمة الثانية تروح بعد ما تجي، فتبعث الأمة الثالثة وتوصيها أنه بسرعة طلعي، الأمة تروح وتأتي تقول يا سيدتي هذا المكان ليس مأتما للأموات، وأنه فاتح ماخذين على ميت، وإنما هو مأتم لذوي الصحائف السود هذا المكان. هذه المرأة تدخل تشوف الخطيب فوق المنبر، لاحظ كلمة طيبة، لاحظ أن الانطباعات الذهنية والوجودات الذهنية كيف تؤثر في الحركة الإنسانية. الخطيب قاعد فوق المنبر وهو يشرح هذه الآية في وصف جهنم، نعوذ بالله منها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. رأتهم كأنه جهنم فد حيوان متوحش، حيوان شاعر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الجنة تشعر وجهنم تشعر، راجعوا أقوال المفسرين في هذه الآية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. جهنم مو فقط موجود لا شعور له، موجود إلى شعور، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، إلى آخر الآيات ويشرحها. حقيقة الآيات فيها ظلال كبيرة، الآن ماكو وقت أشرح الظلال، هواي تتأثر تحت تأثير هذه الآيات وموعظة الخطيب. الخطيب عندما ينزل تقول له إني واحدة من ذوي الصحائف السود، فهل لي من توبة؟ أكو توبة إلي؟ لو بعد ماكو خط الرجعة بعد ماكو. الشيخ يقول لها يتوب الله عليك وإن كانت ذنوبك مثل ذنوب شعوانة. شعوانة امرأة في ذلك البلد معروفة بارتكاب جميع أنواع الفسق والفجور، كاتبين عنها أنه ما كان يخلو مجلس من مجالس الفسق والفجور عن هذه المرأة. الرجل يقول لهذه المرأة إن تبتي تاب الله عليك حتى إذا ذنوبك مثل ذنوب شعوانة. فتقول له يا شيخ أنا شعوانة، هل لي من توبة؟ يقول لها نعم، إذا تبتي وعملت بشرائط التوبة الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. فتتوب على يد الشيخ، ويقول الشيخ النراقي رحمة الله عليه تحولت من امرأة فاسقة إلى ولية من أولياء الله، كلمة واحدة في دقائق غيرت هذه المرأة.